دي سواء في اليو ان مترجمة او بعد ما سبت في يوم الخميس الجاي يا ماما حفلة كايروكي. مين؟ سلمته بكل مطلب. ببساطة كده أنا كمدرسة ببقى في وسط الولاد ووسط الفصل، ففجأة ابتديت أخلي بالي إن أنا ألاحظ إن أنا مش بسمعهم كويس، وبعدين شوية ابتديت أركز إن أنا مش بشوفهم كويس، أنا شايفاهم بس مش بوضوح، شايفاهم كل واحد شايفاه اتنين، وبعدين بعد كده لقيت بلاحظ إن أنا لما باجي أرجع من الشغل المسافة بين ما بركن العربية واوصل البيت مش بعرف او امشيها لوحدي، ممكن اقع. لفيت على جميع الدكاترة، رحت لدكتور انف واذن وحنجرة قال لي ما عندكيش اي حاجه في ودانك، رحت لدكتور بطنه عشان اعرف اروح فين، يعني عشان تو جايد مي، فقال لي انت ما عندكيش حاجه خالص، انت عندك وهم، انت عندك احساس بان انت عيانه وانت رافضه اصلا ان حد يقول لك انك مش عيانه. طيب افتكري بقى افتكري تشوفيها. عارف لما جه وما صحانيش قلت له احمد بعد كده يبقى صحيني عشان اطمن انك هو اعلان عليكي. هو هيصحى الساعه كام؟ ما بابي بقى عمال يزن من الصبح احمد عايز يصحى الساعه عشان انا رايح اكتوبر بقى واخده منه مش عارف. تصلب المتعدد او المالتيبل سكلوروزز المعروف اختصاره باسم الام اس ده مرض من امراض المناعه بيحصل فيه خلل في جهاز المناعه بتاع الجسم. المفروض جهاز المناعه يعرف الجسم من الميكروب اللي بره، ما بيحصل خلل في جهاز المناعة بيبتدي جهاز المناعة يهاجم الجسم جوه ويهاجم الميكروب بره، الاتنين زي بعض في محاولة للتخلص منه. والام اس بيبقى فيه مهاجمة لغلاف العصب اللي هو الغلاف الابيض او المادة البيضاء اللي بتغلف الاعصاب. مصر والجلف يعني متوسط الإصابة بتاعهم تقريبا من 30 ل 50 لكل 100,000 مواطن، يعني احنا بنتكلم لو احنا 100 مليون المفروض عندي من 30 ل 50,000. بس هي القصة انه مش عدد، القصة الفئة. انت مش بتتكلمي على 30 ل 50,000 بني آدم عادي، بتتكلمي على 30 ل 50,000 شاب او شابة مثلا في مصر، فانت بتتكلمي على طاقة انتاجية مش قليلة. حتى واحد من كل واحد عشان تحبي حضرتك نحط ده ولا لا؟ قصدي التوعية مش كده. عنوان الحملة أحلامي مثل أحلامك، بمعنى أنه أنا كمريض أم أس يكون عندي نفس الأحلام اللي بيحلم بيها كل الشباب الآخرين اللي ما عندهمش أم أس. اللي هيمنعني من أني أحلم أنه في عوائق زي ما اتكلمنا عن العلاج، عن تفاهم المجتمع، عن الوظائف. إذا المجتمع وفر لي وظائف وعلاج وتفاهم يخليني أحلم وأحب وأتجوز ويبقى عندي أسرة، يبقى احنا فعلا كده قدرنا نحقق السلوجن بتاعنا وشعار الحملة أحلامي مثل أحلامك. يعني ناس كتير بتسال وانا فعلا السؤال ده بساله، هل فعلا الواحد لما بيجي يقدم على شغل المفروض يقول ان هو مريض ام اس ولا لا؟ الناس بتخاف ان هو ما يتقبلش، ما يوافقش على الشغلانه، حاجات من دي. فانا فعلا اخاف، يعني مش عارفه هل انا فعلا لما اتخرج هل هحتاج اقول ولا لا. فاعتقد لما يبقى في وعي والناس كلها عارفه وعارفه ان المرض عادي والناس بتتعايش معاه عادي، اسمه ده يعني هيتقبل وهبقى عادي بقول ان انا عندي ام اس وما فيش اي مشكله ومحدش هيبقى عنده مشكله في الموضوع. يعني
مريض عموما لا عادي بس شوف عن المرض عشان تعرفي ازاي اكتر حاجه كانت وما زالت قلقاني من اول يوم لحد النهارده انه يكون وراثي بس هي الدكاتره كلها اكدت لي انه مش وراثي بس الموضوع ده بيبقى هي عندك فكره ليه هي حتى الصوره دي قدام سرته خلاص هي اللي حصل الحقيقة أمراض المناعة ومنهم الـ MS لازم بيبقى عندي استعداد جيني الاستعداد الجيني معناه إن في استعداد في البصمة الجينية بتاعتي بيؤهلني إن يجيلي اضطراب مناعة لكن ده مش معناه إن أنا بورثه بصورة مباشرة لكن هو استعداد جيني بتزوده العوامل المؤثرة أو زي ما بنقول عليه العوامل البيئية الاستعداد الجيني ده المفروض لو أحد الأبوين مصاب يبقى من 2-4% علق بوست الحيطان بما إن دي أكتر حتة الناس كده البوسترز كده أوكي خلاص نعلقها هنا في الأدوار كمان أوكي وهنا في الآخر